مساء الخير على كل مشاهدينا الكرام في مهارات عظيمه، وتحيه لحضراتكم لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. اهلا بيكم وحلقه جديده من مهارات عظيمه. النهارده هنعمل مهارات جديده لكن بناء على طلب حضراتكم. احنا جمعنا كل الوصفات اللي طلبت مننا عشان نقدمها النهارده في حلقه ان شاء الله تنول اعجاب حضراتكم. حاجات بسيطه وحاجات حادقه وسريعه للناس اللي بتحب تاكل على الفطار حاجات بسيطه في الكيكس سواء حادق او حلو، وكمان لاطفالنا او ممكن بالليل يعني فتره بعد الظهر بعد الساعه 5 لو حابين مع الشاي مع النسكافيه تشربوا او تاكلوا حاجه من الحاجات اللطيفه دي. تعالوا كده نقول اول وصفه، هبدا بوصفه حادقه وبعدين هنعمل كذا صنف او كذا وصفه من الكيكس الحلو. تعالوا الاول نقول ان الكيك الحادق اللي انا هستخدمه النهارده عندي فيه شويه حاجات لطيفه هحطها مكونات بسيطه. الكيك ده بيحفظ في الثلاجه ونقطع منه، المهم انه ما يبقاش فترات طويله وما يتسابش بره، لان انا الحقيقه الكيك ده انا هضيف فيه لحمه مفرومه او بواقي لحمه مفرومه كانت عندي للعصاج يعني. طيب عندي للكيك الحادق كوبايه دقيق، نص كوبايه من دقيق الشوفان، اربع بيضات، عندي نص كوبايه من زيت الزيتون، كوبايه من اللبن الرايب او الزبادي، وعندي كمان جبنه قريش، عندي زعتر، سمسم حسب الرغبه، فلفل اخضر مفروم، جبنه رومي حسب الرغبه. كل دي حاجات حضراتكم لو حابينها، بس احنا نشيل الجبنه رومي ان احنا مش هنحطها. عندنا زيتون متقطع، عندنا معلقه سكر، معلقه ملح، ومعلقه كبيره بيكنج باودر، طبعا في معلقه زعتر بسمسم، ممكن يبقى الزعتر ميكس بسمسم زعتر سوري، او ممكن حضراتكم تستخدموا الزعتر الطبيعي بتاعنا. طبعا واحنا شغالين كده هنتكلم مع بعض. طبعا البيض مهم وماده يعني من الحاجات المهمه، هو بروتين عالي جدا، في بي 12، في بي 5، يعني بيحافظ على صحه الجلد وعلى الشعر وبيحسن من البشره وبيقوي الاظافر، كل ما هو بروتين بداعم جدا لصحه الدماغ، بيحمي الخلايا العصبية وبيحسن الرؤية، بينظم ضغط الدم، وده بنستخدمه كتير. وخلوا بالكم البيض ده طبعا مليء بالكالسيوم والفسفور، مهم جدا للعظم جدا جدا. عشان كده احنا دايما نقول ايه، لازم لما نيجي نعمل دايت او حاجه ناخد سلطه ال 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 البروتين اللي احنا هنستخدمه كبديل، ممكن تبقى بيضه مسلوقه مع الايه مع الخضروات او الحاجات اللي احنا هنستخدمها. بصوا انا هشوح كده تشويحه بسيطه من شويه لحم عندي بالفلفل الالوان. عايزين نقول الكيك ده يتحفظ في الثلاجه لحد ما يخلص، احنا نعمل قالب واحد بس، وارد جدا ان احنا نعمل، وممكن نعملها بعجينه الفطاير يعني اذا حضراتكم ما بتفضلوش الكيك قوي. انا عامله الكيك الحادق اللي طلبوا مني، لكن اذا حضراتكم بتفضلوا عجينه الفطاير ممكن نستخدم عجينه العشر دقائق، ممكن نستخدم عجينه السفيحه، ممكن نستخدم عجينه البيتزا، ممكن نعمل اي حاجه وتبقى معجنات ومحشيه. لكن انا النهارده بقدم الكيك الحادق بس بشكل مختلف بعيدا عن الرومي والشيدر والحاجات دي. في كل الاحوال احنا هنحافظ عليه في الثلاجه. طيب تعالوا بس نشوح تشويح، احط رشه ملح بسيطه وفلفل، ممكن نعمله اجبان بس اللي مش عايز لحوم، ممكن يتعمل بالمشروم، ممكن يعني افكار كتير. هاخد رشه من الزعتر ونقلب، ممكن تضيفوا ريحان، ممكن تضيفوا روزماري، يعني دي كلها حاجات جميله. استخدموا انواع دي اللي حضراتكم عاوزينها، ممكن تعملوها صحيه كلها بدي الشوفان ودي القمح، تستخدموا حليب خالي الدسم او حليب الصويا، ممكن تبقى الدنيا اجمل بكتير ومنستخدمش بقى حشوات فيها لحوم خالص. عايزه اقول ان دي الشوفان من الحاجات الجميله اللي بيدي احساس بالشبع وبيحافظ على مستوى السكر في الدم وبيعزز صحه القلب لانه مليان بالالياف الحقيقه، وفي فيتامين بي بيدي الجسم طاقه حلوه جدا. يعني احنا ايه مهم ندخله في بعض حتى ولو بنسبه بسيطه لو احنا مش حابينه قوي. في ناس ما بتحبه جدا بتستخدمه في حياتها واحنا لا. بصوا شوحت كده بزيت الزيتون، الريحه روعه، حطينا زعتر، حطينا ملح وفلفل، منكهات كده بسيطه. انا بفكر هنا اشوح معاهم كمان الفلفل الاخضر عشان يدي طعم حلو جوه الخليط. اهو الفرن هيشتغل على حراره 180 على الشبكه في النص، ممكن نعمل في قالب الانجليش كيك. الحاجات دي بتتقطع الصبح بتتاخد كده حاجه حادقه ناس تاكلها بتبقى لطيفه ككيك او كمعجنات او فطاير زي ما تحبوا طبعا.
انا النهارده عملتها بناء على طلب اصدقائنا، لانه الطلب كتير وبيقولوا ان الانواع فيها محدده، دايما تبقى جبنه رومي جبنه شيدر جبنه، فالنهارده قررت اعملها بجبنه البيضه كمان. بصوا هعمل كده خليط، بسم الله الرحمن الرحيم، هاخد كده الجبنه القريش والبيض. عايزه اقول لكم الجبنه القريش دي جميله، ويا سلام لو حضراتكم عملتوها في البيت. احنا عملناها في البيت على فكره في رمضان. اولا هي غنيه جدا بفيتامين ه وبتبني العضلات، فيها نسبه كالسيوم حلوه عشان العظم والاسنان، فيها نسبه بروتين حلوه والدهون فيها قليله، يعني بروتين عالي ودهون قليله، وبتحافظ على الوزن او النزول في الوزن للناس اللي بتعمل دايت يفضل القريش، لان هي مفيده كمان للسيدات الحوامل، يعني مهمه جدا. بصوا ناخد كده، وهي كمان بتقاوم الانسولين، ومن الحاجات الجميله جدا الخفيفه. ويا سلام لو احنا عاملينها في البيت، فبنتحكم في نسبه الملح، لبن طبيعي، وبعدين اللبن نقدر نشيل منه القشره، فممكن ننزعها من الدسم شويه، لكن هي الحقيقه من الحاجات الجميله جدا. بصوا بقى هاخد اللبن، بصوا انا حطيت البيض، حطيت الجبنه القريش، بسم الله هحط اللبن. ممكن يبقى بديل اللبن، الناس عندها حساسيه قلبان او بيض ما تستخدموش البيض، ونقدر نعمل نفس الوصفه دي، مفيش اي مشكله خالص، بس عارفين هنستغل البديل بايه. اي نوع من الخضروات اللي فيها سوائل زي الكوسه ممكن تتسلق وتتبشر وناخدها كعامل مساعد او بيوري، زي ما بنعمل كده في الحلو لما نحط التفاح او الكمثرى او اي نوع من انواع الفاكهه البيوري كبديل للبيض، بتطلع ناجحه وطعمها جميل جدا الحقيقه، لان في ناس كتير عندهم حساسيه من البيض ومن الالبان. فنستخدم حليب صويا لو هي حادقه، ونستخدم حليب جوز هند لو هي وصفه حلو. تعالوا بقى كده اخد رشه الملح والفلفل، بسم الله الرحمن الرحيم، هوري حضراتكم عشان ده كيك حادق، ورشه كده من الفلفل والملح، ماشي بسم الله. وبعدين هنا هحط نسبة الدقيق، بسم الله تمام. هاخد هنا دقيق الشوفان اللي احنا قلنا هنطعم بيه، او دقيق القمح لو حضراتكم عايزين، او مش عايزين نسبة دقيق ابيض خالص، رشة من البيكنج باودر، رشة ملح بسيطة، حط رشة زعتر جوه الخليط هنا، اطعم بيها الدقيق نفسه. بصوا بسم الله حطينا رشة الملح، شايفين الجمال اهو، وانا كده بجمع السوائل هناك. حطيت البيض، حطيت ملح وفلفل، حطيت الجبنه القريش، حطيت اللبن، وادي الزيت، زيت الزيتون. عايزين تحطوا زيت نباتي مفيش مشكله، اللي يناسب حضراتكم واللي متوفر. خليني اضرب الخليط ده، بسم الله الرحمن الرحيم، الخليط الحلو ده، بسم الله. وناخد الخليط السائل، بصوا بقى هنا انا شوحت لحد ما اتشربت كل الايه اللحم، ما بقاش فيه هنا سوائل خالص ولا زيت ولا حاجه، اهو شايفين اهي، تبقى لطيفه. ولو عايزين تصفوها من خلال مصفه مفيش مشكله، دي برضو انا هضيفها للحشو، شوحته على النار. هنزل هنا بالخليط ده، بسم الله، اللي فيه الجبنه القريش اللي خلطناها مع اللبن مع البيض، شايفين حضراتكم اهو، خليط رائع، بسم الله. وخليني ايه ناخد وسك مضرب كده، بسم الله الرحمن الرحيم، على خفيف، يعني خليط رائع. نقلب بقى تقليبة حلوة هنا، طبعا اي قالب كبير ممكن يبقى قالب بتاعنا اللي متعودين عليه اهو. هنزل بقى هنا، بصوا هجيب كده الاسباتيولا، انزل بس الخليط ده كده منها هنا، خلاص تمام امان. وبعدين هضيف اللي هنا، تعالوا بقى نضيف الخليط الحلو ده هنا، خلاص كده، وهقلب
خليط الكيك الحادق ده. بسم الله كده، شايفين ازاي خلطت الجبنة مع اللبن مع البيض مع الملح والفلفل مع الزيت الزيتون، وادي خليط كيك يطلع رائع ان شاء الله. وممكن في الاخر هضيف كم واحدة زيتون ورشة بسيطة من الزعتر، وكده تمام جدا. هجيب بقى القالب اللي احنا هنقدم فيه. بسم الله، كم زيتونة كده خفيفة تدي طعم حلو قوي. بصوا بقى تعملوه كب كيك، تحطوه في القوالب الورق اللي هي الصغنونة دي مثلا، وتستخدموه في قوالب الكب كيك صغير، يبقى وحدات حادقة تتزين بالكريمة تشيز وتحطوا عليها شريط توميتو، يبقى رائع. الكيكس دي على فكرة في المناسبات بتبقى حلوة جدا، يعني لو حضراتكم عندكم أطفال أو عندكم أعياد ميلاد أو مناسبات وقدمتوا الكبس من الصغيرة، الكب كيكس من الصغير ده، في الخليط ده يعمل كمية حلوة ما شاء الله، تقدروا تستفيدوا منه جدا. خليني أجيب القالب. بسم الله، بصوا أنا عندي القالب أهو. بيبقى حلو قوي ان في حاجه حادقه تحل محل السليزونات والحاجات المكلفه شويه، بحيث انه بيبقى خليط اولا سهل في عمايله، ثانيا بيبقى صنف حادق وصنف حلو، ممكن تعملوا منه الحلو بيبقى جميل، ممكن نعمل منه يعني اصناف تبقى حلوه، ونعمل منه الحادق بيبقى عملي جدا في الحاجات اللي زي دي، او نعمله قالب كبير زي ده. هاخد كده رشه زيت زيتون. بسم الله، واعمل بالفرشه القالب كله حتى الجزء اللي في النص ومن فوق، تقدروا طبعا تبطنوه بالدقيق زي ما انتم عايزين. كده كده جميلة جدا، ويطلع قالب جميل من الايه من الكيك الايه الحادق. الفرن زي ما اتفقنا سخن على حراره 180. بسم الله، الكيك من الحاجات اللي ما ينفعش تستنى زي الفطاير او المعجنات، بمعنى انه ما ينفعش ننتظر عليه عشان في بيكنج باودر، خلاص لازم يدخل الفرن على طول، فما تسيبوش الكيك وتبقى في حاجات في الفرن وهتدخلوها بالتبعيه، لا اكون بعمله وبخلص فيه يكون طلع اللي جوه على وشك انه يطلع، اكون يا دوب بجهز القالب وادخله الفرن اهو. شايفين ازاي؟ طبعا اللي عايز يعمله منه وحدات صغيره زي ما اتفقنا هتبقى جميله جدا، بيبقى عملي في المناسبات، في حاجات بسيطه، حاجات مقنقه كده، سناكس لطيفه، كل ده بيبقى جميل. ننظف بس كده القالب من هنا، وبعدين ونبدا ندخل بقى الفرن هنا على الشبكة في النص على حرارة، خليني أعمل كده عشان المروحة، حرارة 180 أهو. بسم الله، أهو زي ما حضراتكم شايفينه كده، هسيبه حوالي 25 دقيقة ماكسيمم، يعني مش هيحتاج أكتر من كده. خلينا إيه يعني 25 دقيقة نتابع الفرن، بننزل كده خلة السنان في النص بعد ال 20 دقيقة الأولانيين، أبدأ أحس ان هو تمام. طيب لو افترضت ان اللون اخدت لون قبل ما هو يستوي من جوه، غطوا وشها بورقه خبز اللي هي الورق الزبده او بورقه فويل علشان تمنع الاحمرار، ولحد ما هي تكمل سواها.